افتتحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع يرافقها منال عوض محافظ دمياط معرض صنع في دمياط، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة دمياط، ذلك بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر. المزيد في سياق هذا التقرير. بمشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، انطلقت فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك لعرض منتجاتهم ذات الجودة العالية أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة. بدعو كل اللي شفنا أن هو يجي هنا في مقر الجهاز في أرض المعارض، بحيث أن هو فعلا هيجدوا نماذج مميزة من الأساس. في أكتر من عرض لفرش شقة بالكامل، في برضو نماذج لشقق اقتصادية، يعني احنا تطلعنا كده فرش بالكامل لا يتجاوز سعره 30,000 جنيه، عبارة عن أوضتين نوم ومطبخ وسفرة وكمان حجرة معيشة. بصراحة كلها منتجات متميزة. المعرض دي أول مرحلة، في تاني مرحلة تانية في شهر 6، وفي مرحلتين في نهاية العام. احنا عندنا عارضين كتير جدا من مدينة دمياط للأساس، وطبعا هي بنشجع المعروض تسويق المعروضات ديت، لأن دي استراتيجية الدولة ان احنا يعني نسوق للمنتجات المحلية. المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذي السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري. المعرض معروف أنه هو بيبقى بالتعاون بين السيدة الوزيرة وزيرة التجارة ومعالي محافظ دمياط، وبتكون فرصة لتسويق المنتجات والعرض المنتج بتاعنا. احنا الحمد لله عندنا كل العروض اللي موجودة، يعني أول حاجة وكل الموديلات وكل الأذواق. عندنا الحاجات المودرن والحاجات اللي هي الكلاسيك، والخامات أنظف وأجود الخامات ومستويات عالية جدا وأسعار ممتازة. المعرض بدلنا رواج للمنتج بتاعنا إن احنا نتنفس في السوق، يعني الحمد لله. يأتي تنظيم معرض صنع في دمياط للأثاث في إطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة دمياط لتشجيع الصناعة الوطنية وللنهوض بقطاع الأثاث الذي تشتهر به المحافظة باعتباره تكتلا إنتاجيا يضم الآلاف من الأيدي الماهرة ذات الخبرة، وبما ينعكس على إنتاجية مشروعات الأثاث ويخلق بها المزيد من فرص العمل ويفتح لها نوافذ وأفاق تسويقية وتصديرية محليا وخارجيا. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.